البلوزة أكلة تراثية مصرية، والست إيمان لكلوك موجودة في العطوف في الجمالية، وورثة المهنة عن جدود الجدود، وإلى الآن بتبيع البلوزة. عندها البلوزة بالموز، وكمان بتحط عليها شوية فراولة والعصير بتاع الفراولة وكمان العسل الاسترياوسي، وسعرها 15 جنيه، وعندها ب10 جنيه، وعندها ب5 جنيه كمان عشان خاطر ولاد منطقتها. هي دي الستات الجدعة اللي الواحد بيفخر ان هو يشوفها كدوان، ان هي بتعمل حاجات تراثية صعبة جدا، مش هتلاقوا حد تاني غيرها بيعملها. عندها كمان أم علي بالقشطة ب25 جنيه، حاجة كده فعلا تفتح النفس. وعندها رز بلبن اسمه الفخم، عبارة عن رز بلبن وعليه شوية مكسرات، وبتنزل عليه حتتين لتلاتة بسبوسة، ومعاهم كمان حتة القشطة من فوق، واسمه الفخم. فعلا هو فخم وطعمه حكاية. ستات محترمات جدعان بيعملوا شغل بما يرضي الله. وعندها كمان الحاجة الجميلة الزبادي بالفاكهة، دون طعمه حكاية، وحاجة فعلا تستاهل ان احنا نروح لها العطوف عشان خاطر نجربها. الحواري الجميلة والشوارع الحلوة في الجمالية هتخليكم تروحوا وتجربوا الشغل عند إيمان لكلوك. كل الشكر والاحترام للست إيمان، وبشكر أهل الجمالية المحترمين، وبقول لهم فعلا الست إيمان لكلوك شرف وتاج على رأس الناس كلها من الحاجات اللي بتعملها لأهل منطقتها، وبتقدمها لهم بأقل التكاليف. شكرا أهل الجمالية، شكرا إيمان لكلوك. ستات الجدعة فعلا ببعت لها سلامي. الست إيمان لكلوك لتاني مرة إن أنا آجي عشان خاطر أجرب من عندها البلوزة. هي في العطوف في الجمالية، وببعت سلامي لكل أهل الجمالية المحترمين، وأحب أقول لكل متابعي أكلة عدنان أنا بحبكم لأنكم بتدعموها وبتدعموا ناس كتير. أهم حاجة بقى البلوزة، يعني زي ما أنتوا شايفين كده، هتقولولي إيه؟ هقول لك زي ما قلت لكم كده، شوية دشا على حليب، وفي الآخر تطلع البلوزة الجميلة، ونقول كده بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي. بتدوب 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 في البق، واحلى حاجه ان طعمها جميل جدا واستطعام رهيب قوي قوي قوي. شكرا شكرا، واحلى سلام عليكم. طيب احنا بنتكلم بقى بالنسبه للاسعار. تمام، هل الاسعار دلوقتي كام مثلا انت شغاله عليها؟ هي ما زادتش كتير عن الاول. يعني دي ب 15، دي ب 10، ما زلت بعمل كوبايه ب5 علشان ده لازم للاطفال. لازم للاطفال، ما فيش طفل هيجي باكتر من كده يعني. طيب دي بتاعتك. عايز كام معلقه؟ 2 ولا 1؟ لا واحده. واحده بقى، واحده هتاكلها. طيب ماشي، خد يا باشا، اتفضل يا باشا. ازيك يا حماده؟ الحمد لله. خد يا حماده، هاتي له 4 زبادي. طيب انت ايه الجديد اللي انت طورتي فيه او قلت ان انا هطور فيه؟ الجديد اللي اختلف عن المحل ما كان فاتح من سنة 36، ان هي البلوزة دي كانت موجودة بتتعمل بشربات الورد، بشربات الفراولة، بالعسل بتاعها، بالزبيب، بالجوز الهند. تمام. الجديد ان احنا كعائلة لكلوك عملناها بالموز والفراولة. تمام، ده الجديد. ده الجديد. طيب ايه اللي عملته تاني؟ ان انا رجعت معالي بالشكل التقليدي بتاعها. ايوه، والقرفة والقشطة البلدي دي بقى منظر معالي. القشطة بلدي، مش تصنيع زي الناس اللي بيجيبوها في الاماكن التانيه. حضرتك دقت وهدقت. انا عارف طبعا. طيب دي بكام ليا؟ كام على بعض كده؟ هي كانت ب20 من السنه اللي فاتت. نعم. هي زادت 5 جنيه بس، يعني بقت ب25. 25. طيب بالنسبه لنا حضرتك، ده اللي هو الفخم. يعتبر الفخم اللي هو يعتبر رز بلبن. ايوه، قشطه وعليه كمان سنه قرفه والبندق وشويه سوداني. صح. وكمان بتحطي عليه الزبيب وجوزين. دي سعرها كام حضرتك؟ كانت ب25 بقت ب30، يعني زادت بس حاجات بسيطه. بس حاجات بسيطه عشان بس تجيب يعني تكلفتها. طيب ناس كتير برضو هتيجي تسال وتقول هي نفس الموضوع. البلوزه عباره عن ايه؟ البلوزه عباره عن ايه؟ ادي البلوزه. ايوه، هي عباره عن لبن ونشا. بنحط عليها الموز والفراوله وشربات ورد او شربات فراوله والعسل بتاعها. واللي بيحب بقى مكسرات، وفي ناس ما بتبقاش حابه الزبيب وجوز الهند. ده اللي هم بيقولوا عليه عسل سريقوسي. اللي هو بتاع زمان. أيوة. اللي امنا كانت بتعمله بالظبط. طيب في حد دلوقتي بقى ابتدى يساعدك؟ انا شايف بنتك. يعني اللهم صل على النبي الكبيره. وشايف الصغيره قاعده جوه مكسوفه. تمام. والكبيره هي الله اكبر، ربنا يبارك لها، ربنا يخليهم لك. بتعلميهم؟
بعلمهم وما شاء الله عليهم هم شطار جدا، وزي ما انا اتعلمت من بابا هم كمان بيساعدوني. انا بصراحه شايف يعني بسم الله ما شاء الله الله اكبر يعني يعتمد عليهم. ما شاء الله يعني انا شايف بنتك الحمد لله تعتبر هي اللي دايره الموضوع جنبك. تمام، فدي حاجه كويسه. طبعا عبد الله ابنك ربنا يبارك لك فيه. ربنا يخليك. بيلعب شوف شفتي بيلعب مش مضبط. ربنا يبارك لك فيهم. ربنا طبعا انا اتشرفت ان انا اجي تاني مره. انا ده الشرف ليا. شرف ليا يا استاذه. وطبعا في حاجه انا عايز اقولها لحضراتكم، ان طبعا الاستاذه ايمان اصلا خريجه يعني جامعيه وسابت كل ده عشان خاطر تراث العيله يفضل موجود. بالظبط. وبرضه نفس الحكايه بناتها بيتعلموا منها عشان يكملوا ان شاء الله. وعشان يكملوا. واخواتك صحفيين. احمد. ايوه احمد راجل محترم، ومحمد الاثنين. طيب نرجع بقى نقول احنا مكاننا فين. احنا 52 سكه العطوف في الجماليه. اقرب حاجه لينا بوابه النصر اللي قدام المقابر، مش بوابه الفتوح بتاعه شارع المعز. لا البوابه اللي بعديها. أيوة. دي اقرب حاجه ليا. اللي جاي من باب الشعريه. أيوة. يعني بينزل باب الشعريه سواء من رمسيس او من اي مكان، بيقول انا عايز البوابه الثانيه من ميدان باب الشعريه، انا عايز اركب حاجه للبوابه الثانيه اللي هي بوابه النصر اللي قدام المقابر. تمام. اللي جاي من ناحيه الحسين او وسط البلد او التحرير، بيقول فين معرض 6 اكتوبر بتاع الالومنيوم، يخش الشارع بتاعنا، انا عايز اوصل للعطوف. تمام. معروفه من اول معرض العطوف 6 اكتوبر. ويجي يسال على سال فين العطوف، من عند مستشفى الحسين ومستشفى الحسين، انا عايز اوصل لمعرض 6 اكتوبر او مركز شباب الجماليه. تمام. هناك يسال فين العطوف، لان الناس كتيره تاهت على العنوان لما قلنا اول مره. خلاص يبقى في العطوف في الجماليه. في الجماليه على طول من هنا او من هنا. ايوه بالظبط. كل سنه وانت طيبه. وحضرتك طيب. ربنا يكرمك يا استاذه. وطبعا رمضان كريم. وطبعا انت بتفتحي من بعد الفطار ولا قبل الفطار؟ هو قبل الفطار تصنيع، من بعد الفطار لحد السحور بيع. ولما ربنا يكبر بخاطرنا قبل السحور بشويه بنقفل ونمشي. ربنا يرزقك. يا رب. والحليب سعره كام؟ الحليب بقى ب16 شويه. مش مشكله. هو كان ب15 السنه اللي فاتت، هو زاد جنيه. ربنا يديك كل حاجه استاذ. زادت حاجات بسيطه عشان بس ابقى يعني موائمه للمنطقه. ربنا يديك الصحه يا استاذه. ربنا يخليك. شكرا ليكي. بس حضرتك جربت وعارف طبعا ما غير ما عارف الحاجه. بسم الله ما شاء الله جميله. يا رب يخليك. ربنا يزيك يا استاذه. يا رب يخليك. شكرا ليكي. حضرتك شرفتني. حضرتك طيب. شكرا يا بنات. باي باي. منورنا يا حاج. نورك يا غالي. ده انت يعني حاجه عظيمه جدا ان انت جاب من منوفيه لغايه هنا. الله يخليك. ربنا يديك الصحه يا حاج. ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا. طبعا انت من متابعيك يا عدنان. طبعا الحمد لله. انت جيت على الفيديو الاولاني. اول مره تجي لها. اول مره اجي، وكنت محتفظين بالفيديو من سنه فاتت. نعم. الفيديو تقريبا بقى له حوالي السنه ده. فعلا بقى له سنه. لحد ما تيجي فرصه مناسبه ان احنا نيجي، جيت انا ووالدي كنا بنتسحر هنا في الحسينه وبنتمشى عشان رمضان وكده. فاول لما جيت افتكرت الفيديو كنت عامله سيف اساسا. نعم. فقلنا نيجي وبس لفينا يعني لفه، بس اللفه تستاهل الصراحه. بس حاجه تستاهل. ايه رايك في الطعم؟ لا حاجه نظيفه جدا، وحاجه فيها طعم البيتي والنظافه بتاعت اللبن فعلا البيتي. انا عارف اصلا من الاول. ايوه. عارف الحاج الكبير انا. بتاخد من عند الحاج. ايوه. يعني بقالك سنين على كده. ايوه بقالك كتير يعني. بس هو نفس الطعم ولا مختلف شويه؟ في رمضان بيبقى احلى. لا والله. تحب البخار ولا البلاستيك؟ لا الاخر بقى غالي بقى. أيوة. والله الحاجات بتبقى رخيصه. هو البخار كان احلى طبعا. طبعا. بس هو بقى الايام دي بقى البلاستيك ماشي وهي ماشي العمليه. بس هي والله عارف طعم الزبادي عندها، انا اكلته من سنه وجيت تاني سنه وهو. أيوة هو حلو. نفس الطعم بسم الله ما شاء. أيوة. الله حاجه جميله. ما قلتش حاجه. هو حاجه حلوه كويس. ربنا يديك الصحه. كل سنه وانت طيب. نفحات رمضان دي كلها طبعا. البلوزه دي اول مره اكلتها امتى؟ ومين قال لك تعالى جربها؟ اوعى يكون هو. بقالي سنه ونص بقولك. سنة ونص تاكلها؟ ترى على القلب بتطر القلب يا جماعه. بعد بقى السحور طبعا ولا قبل السحور بتاكلها؟ قبل السحور. بعد ما بوسحر باكل الزبادي اللي هنا والفخار. لا بصراحه الزبادي جامد جدا جدا جدا. وانا في الاكل ما بقولكش. الله اكبر. باين. الله اكبر. خدودك حلوه. 5 6 قال لي حاجه. كام بلوزه بياخدها؟ بياكل 5 وانت بياكل 2. طب البلوزه اللي بتاكلها دي تمنها كام؟ 10 جنيه. 10 جنيه وانت؟ 10 جنيه برضه؟ طبعا 10 جنيه. بتحب بقى البلوزه بالفراوله ولا ساده ولا بالعسل؟ بالعسل والفراوله وبالموز والشربات وكل حاجه. مفيش حد تاني هنا بيعملها خالص صح؟ حلو. واحده اللي في القاهره كلها ومفيش حد اصلا بيعملها على مستوى مصر غير. فعلا. هي بتفكرك بالعصر القديم جدا. وهو ده اللي احنا بنفكر فيه، ان احنا حاجات منقرضه نزل الحاجه للناس اللي مش عارفاها، وممكن اصلا تبقى ناس نفسها تاكلها بس مش لاقي حد تاكل من عنده. صح. فاهم. ونبعت لها المكان الصح قريبه من شارع المعز. وانت من الجماليه؟ اه من الجماليه. اجدع ناس. حبيب قلبي. وانت منين؟
الجماليه. صباح الفل يا حبيبي. بص لي هنا يا رامي. بص لك يا استاذ. انت باشا مش عايز تاكل رز بلبن ليه؟ لا هاكل رز بلبن. لازم تاكل رز بلبن. لازم تاكل رز بلبن. طبعا. ايه الحاجه المميزه عندها؟ كل حاجه حلوه. حاجه معينه تقول لي عليها. حاجه معينه؟ اه. الرز بلبن بالقشطه. رز بلبن بالقشطه. بس اقول لك على حاجه بما يرضي الله، القشطه بتاعتها بلدي. القشطه بتاعتها بلدي. تمام. في محلات كتير بتجيب قشطه. لا القشطه هنا بلدي تمام التمام. لا بامانه هي بتعمل حاجه نظيفه قوي قوي قوي. تمام تمام تمام. انت من الجماليه؟ انا من الجماليه من هنا اهو جنب من هنا جره. اجدع ناس. الله يخليك. الجماليه. مساء الخير يا استاذ. حبيبي. حبيبي يا فندم. ربنا يبارك فيك. حبيب قلبي. ما تنساش الرعشه. الرعشه الجميله مع البلوزه. صح. بتحب تاكلها بيه بقى؟ ايه؟ شربات بقى وموز وفراوله وفاخر من الاخر. انت بتيجي منين لمنين؟ ايه؟ انا اساسا من البساتين وبيت ستي في الجماليه باجي عشان اكلها. عشان تاكلها من عندها؟ اه والله. طب تعالى لي انت بقى بالذات. انت جاي تعمل ايه هنا؟ ها قول لي جاي تعمل ايه؟ جاي تعمل ايه قول لي؟ مشكلة بس بلوزة؟ ايه الحاجة الجديدة بقى اللي عندها اللي انت جاي تجربها من عندها؟ هو عامة هما اللي بياكلوا مش انا. اوعى ما تكونش بتاكل زيهم. لا لا تعرف ان انت شبه الواد ابن اخويا يا بودي؟ ده شبهه حبيبي. حبيبي احلى ام علي دي بامانة. احلى ام علي والله. يعني انت شايف ان هي الوحيدة اللي بتعملها؟ احلى ام علي باكلها من هنا الصراحة. طب عايزك كده تدوق كده اضرب كده يا باشا. لا 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 فين بقى اضرب اكتر؟ فين؟ ايوه اللهم صل على النبي. هم يا جمل حبيب قلبي. صباح الفل. سعرها كام قول لي؟ نعم. سعر ام علي كام؟ 20. الله اكبر. بالقشطه. ها؟ اه بالقشطه. حبيب قلبي. انت منين؟ من المنطقه ولا منين؟ اه من الجماليه. اجدع ناس يا باشا الجماليه. والاسم بتاعها طلع على مستوى الجمهوريه. حبيبي حبيبي حبيبي.